إنه ليصلنا إخواني الكرام وأخواتي، لتصلنا نسائم من عبق ما تنسمونه في مجالس الذكر والنصيحة التي أخلصكم الله عز وجل بها وحماكم مما يخوض فيه الناس، جل الناس، المسلمون منهم غير المسلمين، المنظمون منهم غير المنظمين، يخوض الناس في غفلة ويعمهون في غفلة، وأنتم اصطفاكم الله عز وجل لكي تخصصوا أوقاتكم نفيسة من نفائس عمركم لتذكروا الله عز وجل.